بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي أول السكاشن في مادة إلكترونيات 3 في التعليم عن بعد. طبعا احنا آخر حاجة كنا واقفين عندها زي ما انتوا عارفين لما كنا شغالين في المعهد، كنا واخدين الباور سبلاي، اتكلمنا على الترانسفورمر وشرحنا مثال عليه والريكتفاير والفلتر، واتكلمنا على جزء من الريجوليتور بس ما خدناش مثال عليه لسه، هنأجله دلوقتي وندخل في شابتر جديد اللي هو الشابتر بتاع الباور امبليفاير بالتنسيق طبعا مع الدكتور عادل. طبعا الشابتر بتاع الباور امبليفاير مقسمه لكذا جزء. اول حاجه في حاجه اسمها امبليفاير تيرمز او انترودكشن يعني على الامبليفاير، بعد كده كلاس اي اوبريشن، كلاس بي اوبريشن، كلاس اي بي، بعد كده اساينمنت اللي هو مسائل يعني. اول حاجه او الموضوع السكشن بتاعنا النهارده هنتكلم على الامبليفاير تيرمز. الامبليفاير تيرمز باختصار بتكلم على بعض الانترودكشن او مقدمه عن الترانزستور لما بيشتغل في الاكتيف ريجن او في الاكتيف مود بيشتغل كامبليفاير، وبتكلم على حاجه اسمها اللود لاين والاي سي لود والدي سي لود وبعض البيزكس اللي هتفيدنا بعد كده في المسائل اللي احنا شغالين. اولا بالنسبه للكلاسز اوف اوبريشن، كلاس اي اوبريشن، كلاس اي اوبريشن احنا بنقول هنا ان الكيو ترانزستور اوبريت ان اكتيف مود، يعني الترانزستور بيشتغل في الاكتيف مود او في اللينر ريجن. على فكره ده في كل الكلاسز مش كلاس اي بس، بس الفرق ان كلاس اي الترانزستور بيشتغل في الاكتيف مود او بيبقى اون او بيبقى كوندكت اول ذا تايمز، يعني في البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل. عشان كده الاوتبوت زي ما انتم شايفين هتلاحظ ان الاوتبوت عندي طالع في البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل اللي هو علاقه الاي سي بالتايم. الكوليكتور كارنت اللي هو الكارنت اللي بيمر على الكوليكتور بيطلع من الفي سي سي ويغذي الكوليكتور، بيمر على اللود 360 درجه، يعني في البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل، مش من 0 ل 180 بس، لا ده من 0 ل 180 ومن 180 ل 360، يعني بيعدي البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل. عشان كده ده شكل الويف فورم او الاوتبوت بتاع الكوليكتور كارنت مع التايم لو انا بتعامل مع الاي سي كل 360 درجه. طبعا الكيو بوينت بتبقى دايما في الميدل اوف ذا لود لاين، وهنتكلم نقول يعني ايه لود لاين وعن ايه كيو بوينت. كيو بوينت اللي هي نقطه التشغيل يعني. طب كلاس بي، كلاس بي بقى شايفين الفيجر بتاعه بيعدي البص في هاف سايكل بس، انما النيجاتيف هاف سايكل بتبقى بزيرو، وده ليه؟ لان الكوليكتور كارنت بيمر على الهاف السايكل، يعني بيمر ال 180 درجه بس. يعني الترانزستور بيشتغل في البص في هاف سايكل او بيبقى كوندكت او بيبقى اون، ونيجاتيف هاف سايكل بيبقى اوف، انا عندي ترانزستور واحد. ولذلك لجأوا لايه؟ لدايره البوش بول امبليفاير سيركت. دي دايره بتبقى عباره عن تو ترانزستور، واحد بيشتغل في البوس اوف هاف سايكل والتاني بيشتغل في النيجاتيف هاف سايكل. خلاص؟ والبوش بول امبليفاير في الحقيقه ما بيحققليش اللي انا عاوزه، اللي هو بيطلع لي البوس والنيجاتيف. بيعمل لي مشكله، بيبقى التو ترانزستور بيشتغلوا في الاون وفي الاوف برضه، فبلجأ لحاجه اسمها كومبلمنتري سيمتري امبليفاير، وده خدناه قبل كده في المعمل، وقلنا انه بيحل مشكله الكروس اوفر ديستورشن. ما علينا من موضوع المعمل، خلينا في السكاشن دلوقتي. الكيو بوينت بتاعتي بتبقى موجوده في الكاتف ريجون. الكيو او نقطه التشغيل بتاعه الترانزستور في عند الكاتف ريجون. وادي شكل السايكل بتاعه او الكوليكتور كارنت في الاوتبوت بتاع الكلاس بي اوبريشن. كلاس اي بي، كلاس اي بي الكوليكتور كارنت بيمر في اقل من 180 درجه، عشان كده واخد اقل من هاف السايكل. يعني ليه ازاي هاف السايكل؟ في ايه؟ في الصفحه اللي قبل كده اللي هي الصفحه رقم 7. الكيو بوينت لما بتقع تحت السنتر بالنسبه للاي سي لود لاين بيبقى الماكسيمم بيك هو عبارة عن الاي سي كيو في الار سي زي ما انتم شايفين في الفيجر اللي موجود عندي، اللي هو الفيجر ايه اللي تحت، الصورة اللي تحت مش اللي فوق، الفيجر ايه الكيو بوينت زي ما انتم شايفين ايه اسفل المنتصف بالظبط، وبالتالي البيك فاليو ده هو عبارة عن الاي سي كيو في الار سي. الار سي اللي هي المقاومة اللي على الكوليكتور، ها،
والاي سي كيو هو عباره عن كوليكتور كارنت عند الكيو بوينت عند نقطه المنتصف، لان الكوليكتور كارنت ليه قيم متغيره. ليه قيمه عند الماكسيمم اللي احنا قلناه الاي سي ماكسيمم او اي سي ساتوريشن، وفي اي سي كيو، فتفرق الكارنت هنا بيختلف عن الكارنت هنا. طيب على الجانب الاخر بقى، الرسمه الثانيه اللي هي الفيجر بي، في الرسمه اللي تحت في الصفحه رقم 8 هتلاحظوا ان الكيو بنت اعلى من الميدل، اعلى من المنتصف شويه، وفي الوقت ده البيك فاليو بتاعنا ها بتحسب منين؟ بتحسب من اول الكيو بوينت لحد الساتوريشن ريجن، او بسميها في سي اي كيو. يبقى في الجزء الاولاني لو الكيو بوينت اسفل المنتصف بنقول ان الماكسيمم بيك او البيك فاليو بتاعه عباره عن اس كيو في الار سي. طب لو الكيو بوينت اعلى من المنتصف شويه بنقول على البيك فاليو هي عباره عن في سي اي كيو. طب امال ايه الرسمه اللي فوق؟ الرسمه اللي فوق دي مكمله للرسمه بتاعه اللود لاين. احنا قلنا قبل كده في نوعين من اللود لاين، في الدي سي لود لاين واتكلمنا عنه في الصفحه رقم 7، وهنا الاي سي لود لاين ده في الصفحه رقم 8. زي ما انتم شايفين الفيجر اللي في الاولاني دي السيركت بتاعته، السيركت اناليسيس بتاعته. احنا جبنا الار 1 والار 2 اللي هم موجودين بارل على البيس، حطيناهم بارل مع بعض، وادي شكل الفي انبوت، وادي الترانزستور بتاعك اللي احنا بنتكلم على الفيجر اللي على الشمال بالترتيب. عندي في انبوت وار 1 وار 2 بارلل، دول عباره عن المقاومتين اللي هم على البيز بتاع الترانزستور، خلاص. وده الترانزستور بتاعي، ودي الار سي اللي هي المقاومه على الكوليكتور، اللي هي عباره عن المقاومه الار سي، عباره عن الار سي عباره عن المقاومه على الكوليكتور مع المقاومه على اللود، الاثنين بارلل مع بعض، وهنشوف الكلام ده بعد كده. طب الرسمه بقى، الرسمه الاولى على اليمين، الرسمه الاولى اللي على اليمين هتلاحظوا هنا رسم التو لود لاين، تو لود لاينز، الاي سي لود لاين والدي سي لود لاين. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت الدي سي لود لاين قيمته بيبقى فيه نقطه على الفي سي اي في حاله الكات اوف، وبسميها في سي سي. والناحيه الثانيه الدي سي لود لاين هو عباره عن في سي سي على الار اي زائد الار سي، ده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. المره دي بقى وحطت الدي سي لود لاين والاي سي لود لاين. الاي سي لود لاين المره دي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن خط ها بيبقى ليه تو اند بوينتس، ليه نقطتين. النقطه الاولانيه بتقع في مرحله الساتوريشن ريجن اللي هي على الواي اكسس اوف الكوليكتور، الكوليكتور كارنت في الساتوريشن. وفي الحاله دي الاي سي ساتوريشن زي ما مكتوب كده هو عباره عن الاي سي كيو زائد في سي اي كيو على الار سي، وهنقول المعادلات دي جت منين؟ من السيركت بعد كده. طب النقطة التانية بقى بتاعت الاي سي لود لاين هي عبارة عن نقطة بتقع على الاكس اكسس او على الفي سي اي، دي في الكات اوف ريجون. طب الفي سي اي في الكات اوف ريجون بقى بتساوي ايه في الحالة دي؟ بتساوي في سي اي كيو زائد الاي سي كيو في الار سي. طب لو حد كده ركز للكلام اللي انا قلته قبل كده وابتدى يقول لي الرسمة مختلفة، الرسمة هنا موجود عندي ان الاي سي قيمتها من الفي سي سي الى الاي سي ساتوريشن، انما الدي سي محطوط عندي هنا نقطه ومحطوط هنا الفي سي اي ساتوريشن. لا الرسم هنا معكوسه، المفروض زي ما انا قلت قبل كده الدي سي لود لاين، وزي ما اتكلمنا في الصفحه رقم 7 الدي سي لود لاين هو قيمته الاول نقطه عندي على الفي سي اي هي عباره عن الفي سي سي، يبقى الدي سي لود لاين هو عباره عن اول نقطه الفي سي اي بتساوي الفي سي سي، وتاني نقطه اللي هي الاي سي في الساتوريشن وبتساوي في سي سي على الار اي زائد الار سي. انما الاي سي لود لاين بقى ليه نقطتين، النقطه اصغر نقطه اللي هي على المحور اكس اكسس الفي سي اي في الساتوريشن في الكات اوف، اسف الفي سي في الكات اوف هي عباره عن في سي اي كيو زائد الاي سي كيو في الار سي. والنقطه الثانيه اسمها اي سي ساتوريشن اللي هي واقع على الكوليكتور كارنت اللي هو بيساوي اي سي كيو زائد في سي اي كيو على الار سي. وهناخد الكلام ده في الصفحات اللي بعد. طيب احنا بقى اتكلمنا بقى على اللود لاين والكلام ده ليه؟ ها؟ علشان نشوف طريقه التشغيل، نشوف الكلاسز، هل هنشتغل على كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس AB؟ احنا قلنا الكلاسز دي متقسمه على حسب انا بشتغل في انهي جزء في اللود لاين، في الاي سي لود لاين بالتحديد. انا اشتغل في الاي سي لود لاين، فانا اشتغل في الميدل
الكيو بوينت بتاعتي تبقى في الميدل ولا تبقى جريتر ذان الميدل ولا ليس ذان الميدل. يعني كيو بمعنى صح هتبقى في الميدل في المنتصف منتصف اكتيف ريجن ولا هتبقى اكبر من المنتصف وتكون مقربه من الساتوريشن ولا هتكون اقل من المنتصف وتقرب من الكات اوف ريجن زي ما انتم شفتوا قبل كده في الرسم ده عشان نوضح الامور. ناخد بقى بعض الحاجات بعض الايكويشنز في الصفحه رقم 9. هنا بيقول لي the index of AC load line ال IC saturation النقطة اللي تلكم عليها دي أول نقطة هي عبارة عن ال ICQ زاد VCEQ على ال RC. ال IC saturation عبارة عن ال AC saturation current وإحنا بنقول شغلنا كله بتكلم على ال AC load line فبتكلم على AC. حتى برضو ال RC هو عبارة عن AC resistance موجودة عند الكوليكتور دي ال RC. ومن ال ICQ وال VCEQ ما ال IC وال VCE أصلا ناتجين من السبلاي من الدي من البايزنج بتاع ال VCC اللي هو مثلا بيساوي 5 فولت او 10 فولت البازنج بتاع الترانزستور بتاع التشغيل اللي انتوا كلكم عارفينه. فده اكيد ده جهد دي سي فلازم ان الجهد الدي سي بيدخل معايا في الاي سي. فعشان كده الاي سي كيو عباره عن دي سي كوليكتور كارنت والفي سي اي هو عباره عن دي سي كوليكتور اميتر فولت. طبعا كوليكتور اميتر دي انديكيشن سي اي كيو. طبعا اي سي كيو وفي سي اي كيو معناه انا بتكلم على مين بالنسبه للكيو بوينت او نقطه تشغيل الترانزستور كامبليفاير في الاكتيف ريجن عشان تكونوا فاكرين. طيب دي اول اند بوينت اللي هي الاي سي ساتوريشن اللي هي البراكتس او المربع اللي فوق. تاني براكتس بقى او تاني نقطه الفي سي اي. احنا قلنا النقطه الاولانيه الاي سي في ساتوريشن او اعلى نقطه واقل نقطه اللي هي الفي سي اي اللي عند الكات اوف اللي هو بيساوي في سي اي كيو زائد الاي سي كيو في الار سي. طب امال ايه هو الام بي بي؟ الام بي بي ده هو عباره عن ماكسيمم بيك تو بيك. بيك تو بيك يعني يا جماعه يعني ايه؟ يعني باخد البيك فاليو في البوس في هاب سايكل وباخد البيك فاليو في نيجاتيف هاب سايكل وباخد الهايت اللي هو مجموع الاثنين. ولازم ان الام بي بي ده يكون اقل من الفي سي سي زي ما انتم عارفين. ما ينفعش ابقى انا مدخل جهد او عامل بايزنج للترانزستور قيمته مثلا 10 فولت ويعمل امبليفاي او يطلع لي اوتبوت اي سي اكبر من 10. ده اللوجيك مش طبيعي يعني. طيب ندخل بقى الصفحه رقم 10. بعد ما اتكلمنا كل الحاجات دي نبتدي نوضح الامبليفاير تيرمز بمساله. دي دايره الدايره في الفيجر في السيركت دي عباره عن امبليفاير سيركت بتكون من ترانزستور واحد زي ما انتم شايفين وعندنا في مقاومتين R1 وR2 دول على البيز وعندي الفي انبوت اللي هو يدخل على الترانزستور عشان يامبليفاي او هكبره يبقى بقيمه كبيره يعني. وزي ما انتم شايفين الكوليكتور كارنت الار سي 120 اوم وعندي هنا اللود كارنت اللي هو الاوتبوت اللي هاخد الاوتبوت اللي راح على اللود اللي هو الار ال ده بقيس الاوتبوت عليه. وعندي هنا الاميتر ريزيستنس اللي هو الار اي والفي سي سي عندي 30 فولت. هو بيقول لي فور ذا امبليفاير سيركت شون ان فيجر What are the values of ICQ, VCEQ and RC؟ هو في أول مسألة هنا هو طالب مني عاوز أحسب الكوليكتور كارنت بتاع الكيو بوينت بتاعتي اللي هشتغل عليها كامبليفاير وعاوز الـ VCE بتاعة الكيو بوينت وعاوز الـ RC. خلاص؟ هو طالبهم ليه؟ أنتوا طبعًا عارفين الـ ICQ والـ VCEQ والـ RC التلاتة دول لو حطيتهم في معادلات هيديني تو إند بوينتس أو الـ AC load line. خلاص فابتدي هجيب الاي سي كيو والفي سي اي كيو والار سي بالترتيب ونركز في الفيجر دلوقتي في الصفحه رقم 10 والصفحه رقم 11 لان دول فيهم الحل. السوليوشن بيبقى في الصفحه رقم 11 والسيركت في رقم 10. فنبص على السيركت 10 و11. طبعا انتوا شايفين هنا مكثفين في مكثف واصل ما بين الانبوت والبيز بتاع الترانزستور وفي مكثف تاني متوصل ما بين الكوليكتور بتاع الترانزستور وما بين اللود. ده عشان يعمل ايه يا جماعه؟ علشان الكابلنج. ده احنا قلنا ايه؟ كابلنج كاباستور عشان يريموف اي دي سي كومبوننت داخل على اللود لان اللود ده بتكلم على اي سي سيجنال والانبوت اي سي سيجنال على الرغم ان البايزنج بتاع الترانزستور كله دي سي والكوليكتور كارنت اللي ماشي فيه دي سي والفي سي اي بتاعه دي سي والفي بي بتاعته هتبقى دي سي بس ده لزوم التشغيل عشان شغل الترانزستور كان بالفايبر. خلاص معايا الموضوع ده؟ ندخل بقى الصفحه رقم 11.
علشان اجيب requirements المطلوبة اللي هو الاي سي كيو والار سي اللي هو عاوزها والفي سي اي كيو. خلاص هبتدي مرحلة مرحلة، همشي كده نقطة نقطة وحل السيركت. طبعا احنا عارفين اول حاجة لما اجي ابص على سيركت زي دي هبص على الفي سي سي اللي هو الدي سي بايزنج بتاع السبلاي بتاع الدي سي. طيب والفي سي سي قيمته 30 فولت زي ما انتم شايفين في الدائرة في الصفحة رقم 10. الفي سي سي ده او الجهد ده داخل على الكوليكتور ريزيستنس اللي هي الار سي وداخل على البيز ريزيستنس اللي هي الار 1 والار 2 اللي موجوده على البيز زي ما انتم شايفين. طيب لو انا عايز احسب قيمه الفي بي بقى، الفي بي فولتج ديفايدر بقى على طول، الفي بي هي عباره عن الفولت بتاع السورس اللي هو الفي سي سي مضروب في قيمه المقاومه اللي انا هجيب الجهد عندها، لان الفي بي ده هو عباره عن الفولتج اكروس ار 2، فبقول الفي بي هو عباره عن الفي سي سي في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 فولتج ديفايدر زي ما انتم شايفين، وانا كاتب لكم فولتج ديفايدر في الصفحه. وبالحسابات يبقى الفي بي بيساوي 30 في 68 اوم على 490 زائد 860 زائد 68 اوم، يطلع ناتج 3.7 فولت. طيب الفي اي بقى، الفي اي يا شباب عباره عن ايه؟ هو عباره عن في بي ناقص الفي بي اي. الفي بي اي هو عباره عن الجود اللي ما بين البيز والاميتر اللي هو 0.7، يبقى الفولت اللي على الاميتر هو عباره عن الفي بي اللي هو 3.7 من 10 ناقص 0.7 اللي هو بتاع الفي بي اي لما الترانزستور يبقى في الاكتيف ريجن، والفي اي اصبح بيساوي كام؟ 3 فولت. طيب انا اللي جبت الفي بي عشان اطلع منها الفي اي، وعشان لما اجيب الفي اي اطلع منها الاي اي اللي هو عباره عن الفي اي على الار اي، لان الجود اللي على الاميتر هو عباره لما اقسمه على المقاومه اللي على الاميتر يديني الكرنت اللي على الاميتر الاي اي، يبقى 3 فولت على 20 اوم يديني 150 ملي امبير. طيب الاميتر كرنت لازمته في ايه؟ طبعا انا لما الترانزستور يشتغل في الاكتيف مود بيبقى شورت سيركت، بيبقى سلك. خلاص فبيبقى سلك يعني ايه؟ يعني الكرنت اللي بيمر على الاميتر هو نفس الكرنت اللي جاي من الكوليكتور اللي هو الاي سي، يبقى اذا الاي اي تقريبا تساوي الاي سي اللي هو الكوليكتور كرنت عند الكيو بوينت نقطه التشغيل بتاع الترانزستور كامبليفاير، دي معنى كلمه الاي سي كيو اللي بيساوي 150 ملي امبير. وفي الحاله دي انا حسبت الاي سي كيو اللي هو 150 ملي امبير، ده اول جيفن جبته. طب بعد كده طبعا قلت لكم برده في الاول ان الفي سي سي متوصل على الكوليكتور ريزيستنس اللي هي الار سي. طب ما انا ممكن احسب الفي سي، الفي سي بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الفي سي سي اللي هو الجهد بتاع السورس في المقاومه اللي انا عاوز اجيب الجهد عندها اللي هي المقاومه الار سي عشان احسب الفي سي، يبقى الفي سي بيساوي في سي سي في ار سي على ار سي زائد الار ال. خلاص وبكرر تاني، الفي سي هو عباره عن الفي سي سي في ار سي على ار سي زائد الار ال. ليه ما قلتش ار ال على ار سي زائد ار ال؟ علشان انا بجيب الجهد اكروس الار سي ده اسمه الفي سي، انما لو انا عاوز اجيب الجود اكروس الار ال يبقى ده اصبح الفي لود او ده الفي اوتبوت. فنفرق ما بين ده وده عشان الفرق البسيط ده يغير في الارقام ويغير في نتيجه المساله. يبقى الفي سي سي بيساوي في سي سي في ار سي على ار سي زائد الار ال، يبقى الفي سي بيساوي 30 في 120 على 180 زائد 120 اللي هي قيم المقاومات بتاعت الار سي والار ال، يديني نتيجه 12 فولت. طيب جبت الفي سي، طب تمام يبقى انا اقدر كده احسب الفي سي كيو. الفي سي كيو بقى اللي هو الفي سي او الكوليكتور فولت او الفولت اللي على الكوليكتور في حاله الكيو بوينت بتاعتي، هو عباره عن ايه بقى؟ الفي سي كيو هو عباره عن الفي سي ناقص الفي اي. خلاص الفي سي كيو اللي هو الفولت اللي هو من الاخر الفي سي كيو اللي هو الفي سي اي اللي هو اسمه الفي سي اي كيو اللي قلنا عنده قبل كده، قلنا عليه قبل كده اللي هو في اللود لاين في خط الحمل بتاع الاي سي، اسمها الفي سي اي كيو او اسمها في سي كيو. هي عباره عن في سي ناقص الفي اي، الفي سي ب 12 والفي اي ب 3 واطرحهم من بعض يديني 9 فولت. بعد كده اخر مطلوب عندي اللي هو الار سي، الار سمول سي. خلي بالكم ان في السيركت مديني ار كابيتال سي ومديني الار لود. طب ايه المقصود بالار سمول سي؟ هي كل المقاومات اللي على الكوليكتور ستيج بتاع الترانزستور اللي هو الاوتبوت ستيج، الشغل الاوتبوت بقى والخارج اللي احسب عنده السيجنال بتاعتي لما يحصل لها امبليفاير وكبر السيجنال.
فالار سي الار سمول سي هي عباره عن الار كابيتال سي باريلل مع الار ال اللي بيساوي ار سي في ار ال على ار كابيتال سي في ار كابيتال ال على ار كابيتال سي زائد ار كابيتال ال اللي هي 120 في 180 على 120 زائد 180 اللي هي 72 اوم. كده جبنا الريكويرمنتس كلها. طب انا بديكم بقى مساله جديده اهي مساله رقم 3. بيقول لي ديترمان ذا اي سي لود لاين ساتوريشن اند كات اوف بوينتس. عاوز احسب الاي سي لود لاين اند بوينتس، عاوز احسب من نقطتين، نقطه اللود لاين زي ما احنا قلنا، نقطه في الساتوريشن نقطه في الكات اوف. هو موضح في المساله عاوز النقطه بتاعت الساتوريشن وعاوز النقطه بتاعت الكات اوف بوينت ان ذا فيجر، في نفس الفيجر بتاعنا. وبعد كده احسب ايه؟ احسب الماكسيمم بيك تو بيك اوتبوت فولت اللي هي الام بي بي. طيب طبعا عشان احسب الاي سي لود لاين محتاج ان انا اجيب كل الجيفنز او كل الحل اللي انا حليته في المسألة رقم 1. بمعنى صفحة رقم 13 بتكلم على الحل بتاع المسألة رقم 3. يعني هجيب الفي بي الاول زي ما احنا جبناها بكده، وهجيب الفي اي خلاص، وبعد كده احسب الاي اي، بعد كده اقول ان الاي اي بيساوي الاي سي كيو اللي هو 150 ملي امبير وانا مظللها بالازرق. بعد كده هتكلم على الفي سي، احسب الفي سي، بعد كده احسب الفي سي كيو او الفي سي اي كيو اللي هو بيساوي الفي سي طلع 9 فولت. بعد كده بجيب الار سي سمول اللي هي الار سي بارل مع الار ال اللي هي 72 اوم. كل اللي حسبناه في المساله اللي فاتت هنحسبه من جديد في المساله دي. طب اللي انا مظلل عليه بالازرق ده مظلل عليه بالازرق ليه؟ لان الثلاثه دول الثلاثة بارامترز دول اللي هم الاي سي الاي سي كيو والفي سي اي كيو والار سي، الثلاثة دول هقدر من خلالهم احصل على تو اند بوينتس. نشوف الصفحة رقم 14 ازاي. الاي سي لود لاين اند ها هو خط موجود ما بين كات اوف مود والساتوريشن مود او ساتوريشن بوينتس. الاي سي ساتوريشن هو عبارة عن الاي سي كيو زائد في سي اي كيو على الار سي. طب ليه الاي سي ساتوريشن؟ ما هو الاي سي ساتوريشن عشان ده الواي اكسس، ده محطه الساتوريشن اللي هو اعلى قيمه. لو اللود لاين ده هو معادله الخط المستقيم بتاعي اللي هو الميل، فاعلى قيمه هو خلاص انا في الـ اخر اند او اخر نقطه، اعلى نقطه، اعلى نقطه دي واصل على الساتوريشن، انا طالع على الساتوريشن، عشان كده الاي سي لازم يكون على الساتوريشن. طب لو انا نازل تحت بعمل سويبنج بقى او بنزل لتحت، بعمل ترانزيانت للاسفل عند اخر نقطه، بنزل اللي عند اخر نقطه تحت، معناها ان انا بوصل او بقرب من الساتوريشن اللي هو نفسه عند نقطه الفي سي اي على الاكس اكسس. وبالتالي الفي سي اي وانا بحسبها لازم احسبها على الكاتوف ريجن عشان نازل على الكاتوف ريجن. انما لو انا طالع لفوق اللود لاين بطلع على البوينت اللي فوق اللي هي على الواي اكسس اللي هي الاي سي ساتوريشن. طيب نرجع لموضوعنا. الاي سي ساتوريشن هي عباره عن الاي سي كيو زائد في سي اي كيو على الار سي. الاي سي ساتوريشن اعوض بقى بالاي سي كيو اللي انا جبتها بكده اللي هي اسمها اي سي كيو اللي هي اسمها الاي سي كيو ماشي اللي هي 150 ملي امبير زائد 9 فولت على 72 تطلع 275 ملي امبير. ده الاي سي ساتوريشن. الفي سي اي في الكات اوف هو عباره عن الفي سي اي كيو زائد الاي سي كيو في الار سي. عند الفي سي اي كيو اللي هي عباره عن الفي سي اي او الفي سي كيو قلناها قبل كده 9 فولت، والاي سي كيو حسبناها قبل كده، والار سي اللي هي المقاومتين البارلل حسبناهم مع بعض اللي هي الار سمول سي، ويطلع ناتج 19.8 فولت. طب الماكسيمم بيك تو بيك هو عباره عن ايه؟ الام بي بي احنا قلنا كده لازم تكون اقل من الفي سي سي، والفي سي عندنا 30 فولت، يبقى لازم شرط ان الام بي بي تكون اقل من 30 فولت. طيب اولا الماكسيمم بيك هو عباره عن ماكسيمم بيك تو بيك على الاثنين زي ما انتوا عارفين، اللي هو نص البيك تو بيك اللي هو البيك فاليو. الام بيك فاليو بقى بيساوي ايه؟ احنا قلنا قبل كده بيساوي قيمتين، لو انتوا خدتوا بالكم من الكلام اللي قلناه قبل كده على الماكسيمم بيك تو بيك، قلنا لو الكيو بوينت بتاعتي اكبر من الميدل يعني مقربه من الساتوريشن خلاص، يبقى ليها شكل او طريقه معينه اللي بيساوي الفي سي اي كيو بيساوي الاي سي كيو في الار سي، او في سي اي كيو 9 فولت. يعني ده الماكسيمم بيك ده بيعتمد على حسب ايه؟ يعني الماكسيمم بيك ده بيتراوح من قيمه لقيمه،
لان الكيو بوينت بتاعتي في الحقيقه مش هتبقى في الميدل بالظبط، فممكن تبقى اعلى من الميدل شويه او اقل من الميدل شويه. وارجع للسلايدز تحت في الصفحه تقريبا رقم 8 او 9 هتلاقي الكلام ده مكتوب، اللي هي الماكسيمم بيك. ولذلك هما ليه قيمتين، قيمه اسمها اي سي كيو في الار سي اللي هي بتطلع 10.8 فولت، وقيمه ثانيه اسمها في سي اي كيو اللي هي 9 فولت. ده لما الكيو بوينت تبقى اكبر شويه من الماكسيمم، اكبر من المنتصف من الميدل اسف يعني، ها، او تبقى اقل من الميدل. يعني اما الكيو بوينت تقرب من الساتوريشن او الكيو بوينت تقرب من الكاتوف ريجون. وفي الحالتين البيك بيبقى له رينج، عشان كده ليه قيمتين متغيرين، مره يا اما 10.8 او 9 فولت، وفي الحالتين صح. طب لما اجي اجيب بقى الام بي بي، الام بي بي عباره عن ايه بقى؟ يا اما تطلع 18 فولت لو هي قيمتها في سي اي كيو ب 9 فولت، او تطلع بكام؟ ب 21.6 فولت لو انا ضربت الاي سي كيو في الار سي ضربت في 2 عشان اجيب البيك تو بيك. وفي الحالتين بتتراوح قيمته من 18 ل 20 ل 21.6 فولت. دي قيمه البيك تو بيك فاليو على حسب الكيو بوينت بتاعتك. يبقى دي صح ودي صح، قيمه الاي سي كيو في الار سي دي صح والفي سي اي كيو صح. خلاص نيجي بقى الصفحه الاخيره اللي بعدها. الرسمه دي مش موجوده في المساله، دي رسمه توضيحيه بتوصل لك الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، اللي هو الاي سي لود لاين اللي معمول باللون الاحمر ده، وبيتكون من نقطتين. ادي الكيو بوينت زي ما انتم شايفين اللي هي نقطه المنتصف تقريبا لو في النص، يعني الفي سي كيو، يعني الفي سي لما كيو بوينت يبقى في الميدل بتبقى 9 فولت، والاي سي كيو هي عباره عن كوليكتور كارنت عند الكيو بوينت او عند الميدل اللي هو 150 ملي امبير. طبعا الكلام ده جبناه بالحسابات، حسبنا الفي سي كيو والاي سي كيو في السيركت، فطلع بالقيم ده على الرسم هنا على الواي اكسس وعلى الاكس اكسس. طيب نفس الكلام بقى دي الكيو بوينت. طب اللود لاين اندز بقى نقطتين بتوع الاي سي، الاي سي ساتوريشن اهي طلعت 275 ملي امبير اللي احنا حسبناها بالقانون بتاعها اللي فات، والفي سي اي كات اوف طلعت 19.8 فولت بالحسابات. خلاص يبقى ده رسم الاي سي لود لاين لو اتطلبت مننا يعني، بس انا راسمها ايه للمعرفه او عشان نربط الكلام ببعضه. يعني ايه امبليفاير تيرم، يعني ايه انترودكشن للامبليفاير، ويعني ايه اي سي لود لاين، ويعني ايه كيو بوينت، لان الكلام ده هتشوفوه كتير، ويعني ايه اي سي في الساتوريشن والفي سي اي في الكات اوف، على الرغم ان احنا اصلا شغالين او الترانزستور بتاعنا بيشتغل كامبليفاير شغال في الاكتف مود ريجن، فاحنا بنربط الكلام ببعضه. بنقول ان اللود لاين في الاكتف ريجن هو عباره عن خط ما بين نقطتين، اقل نقطه هي نقطة اكيد بتاع الكات اوف ريجن لما الترانزستور بيبقى اوف، واعلى نقطه اللي هي نقطه الساتوريشن لما الترانزستور يوصل لمحط الساتوريشن او التشبع، وفي النص الاكتف مود ريجن او لينر ريجن بتاعي، وبيبقى خط كبير. وانا عاوز اشتغل، هشتغل في النص ولا اشتغل في اكبر؟ الكيو بوينت بتاعتي هتبقى في النص ولا الكيو بوينت هتبقى اكبر من الميدل ولا الكيو بوينت هتبقى اقل من الميدل؟ ده بيفرق الكلاسز للاي والبي والاي بي. نكمل على الاسايمنت اللي هو رقم 2. بعد ما اجيب الاي سي كيو والفي سي اي كيو والار سي هبتدي احسب ايه بقى؟ هحسب الاي سي لود لاين في الساتوريشن وفي الكات اوف بوينتس بتاعه، واحسب الماكسيمم بيك تو بيك. خلاص لما الار سي قيمتها تتغير تبقى 30 اوم. هنشتغل بنفس السيركت ده، ايه انترودكشن او مقدمه على الامبليفاير. ده في اول سيكشن للشابتر بتاع الباور امبليفاير، بس حبيت ان انا ابتدي بانترودكشن او مقدمه للشغل بتاعنا في الشابتر بتاع البار امبليفاير بتاع كلاس A وكلاس AB وكلاس B، وممكن ناخد كلاس C على حسب المسائل بعد كده، بس حبيت ان انا اوضح لكم الامور شويه لو حتى بعض المسائل بسيطه. ومن فضلكم الاساينمنت تتحل وتحلوا المسائل دي بايديكم، دي بس عشان تفكركم باجزاء الامبليفاير، وتراجعوا الامبليفاير في الكومن اميتر الكومن بيز والكومن كوليكتور اللي المودز بتاعت الامبليفاير، وطرق التشغيل بتاع الامبليفاير في الكاتوف بيبقى شكله عامل ازاي
في الاكتيف ريجن شكله عامل ازاي وفي الساتوريشن شكله عامل ازاي. راجل الحاجات دي عشان تفرق معانا وتفيدنا في الاناليسيس بعد كده. واحده بنشتغل في الكلاسز اللي هي كلاس A وكلاس B وكلاس AB. شكرا.